عندي النهارده والقاس غريب شويه، طاجن والقاس. عندي لحم مكعبات والقاس وعصير ليمون وبصل، ثوم وطماطم وسمنه وبهارات وملح وفلفل، كرفس كرات ومرق وفلفل حار. حلو. لغايه احنا كده حلوين قوي. نبدا نشتغل مع حضراتكم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندي الثوم والبصل، نعملهم اول حاجه نحطهم على النار، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم، حط حبه سمنه كده. القلقاس ليه تكنيك معين، يحطه في الشوربه بليمون يقليه، حاجه من الاثنين عشان ما يفرش الماده المغطيه بتاعته، يحطه في الشوربه وهي بتغلي بالليمون، لازم ليمون يقليه. الحاجتين دول اللي يمنعوا ان هو يفرز الماده المغطيه. يبقى كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده حدايا البصل اهو، خش عامل دكروري. بقيه الخضره عندي عشان ايه ما نحتاجلهاش تاني. ادي الكرفس اهو، الكرفس والكرات ده يا جماعه حاجه هايله جدا وجميله جدا في الاكل الشرقي، ودايما بحكي لكم على الحاجات دي ومحدش بيصدقني. وادي قرنين فلفل حرقين اهو، دي تحابيش الطاجن بقى، بصل كتير، فلفل حراق، وكرفس، وكرات، وادي الطاجن ندخله الفرن كمان اهو. قوم بقى ايه يا سيدي نطحن دول عشان نخلص منهم. زي ما اتفقت مع حضراتكم ان انا عندي عشان اقشر القلقاس يكون عندي السكينه بتاعتي نظيفه ما فيهاش ميه، ناشفه، البلانشه تبقى ناشفه، ايدي تبقى ناشفه. ادي اللحمه بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمه كده، نشيل بقى كل حاجه من هنا. ادي شويه توابل اهو كده، نكمل تقطيع بقى ايه في القلقاس. ناخد شويه شاي بس. نعم يا فندم. يا عم حسن عليكم. سلام عليكم يا عم حسن. ازيك يا الشيف؟ امورني يا قمر. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. اتفضل يا فندم. النبي بستغيث بالله واستغيث بيك يا فندم، والنبي واحتاج نمرة تليفونك ضروري. سيب تليفونك يا عم انا خدام سعادتك. اشكرك يا عم حسن. بحمر القلقاس بتاعي هنا كده، عايش شوية صلصة حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب كده هنا ايه مستوره معانا، ربنا ساترها. اهو نصلي على رسول الله. كده ادي حبه فلفل، حبه ملح، نقلب اهو. ايه ده؟
حاجه بتزمر هنا. طيب كده اهو يا عم صابر. اهلا عم شربيني. سلام عليك يا عم صابر. عامل ايه يا عم شربيني؟ في نعمه يا عمي. يا عم الطباخين كلهم. نعم ربنا يخليك يا رب. النبي انا عايز اروح تحرير جيش مصر والشرطه. نعم يا فندم. عايز اروح تحرير جيش مصر والشرطه. جيش مصر والشرطه. حد يا جماعه سمعنا عم صابر. عم صابر عايز ايه؟ ابعت يا عم دول ولادنا واهلنا ومشرفينا وربنا يجيبهم لنا بالسلامه ويرجعهم لنا بالسلامه ان شاء الله. العيال عاملين شغل حلو. اللهم صل على النبي. يشرفنا قدام العالم كله. يشرفنا قدام العالم كله. الجيش المصري والشرطه اللهم صل على النبي عليهم. مشرفينا. مشرفينا قدام العالم كله. كده حبة ليمون اهم. اهو. قوم بقى ايه يا سيدي؟ نصلي برضو على الحبيب. يا عم زكريا. الو يا معلم. ايوه يا عم زكريا. الو يا شيفنا. ايوه يا حبيبي. عمر يا ابو الزيك. عايز طريقة المساعدة. حاضر يا حبيبي. شفت بقى البقلالة دي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو ده اللي احنا عايزينه. ده الاكل الجميل بتاعنا اللي احنا بنحبه. نخش بالفرن بقى. ياخد له نص ساعة كده يطلع ملبن